اهلا وسهلا بكم متابعينا عبر قناتنا عبد وجدي يوتيوب لاحوال الطقس نقدم لكم نشرة جوية خاصة للمناطق والولايات المعنية بتساقط الأمطار ليوم الثلاثاء الخامس من شهر أفريل الموافق لي الرابع من شهر رمضان الفضيل إذن متابعينا نتوقع في الفترة الصباحية أمطار ستميز تلمسان بالإضافة إلى مناطق عين تموشنج ووهران خلال الفترة ما بعد الظهيرة إلى المساء والفترة الليلية أمطار مرتقبة على تلمسان عين تموشنج وهران مستغانم أشلف تيبازر جزاء العاصمة إلى غيت بومرداس وتيزي وزو أيضا أمطار مرتقبة على شمال ولاية البويرة البوليدة لمدية وعين الدفلة معسكر غليزان وصولا إلى ولاية السعيدة وسيدي بلعباس وتسم سيلتها المناطق ستشهد أمطار ولو أنها على شكل زخات مطرية نذكر بهبوب رياح قوية على المناطق الجنوبية الغربية ولاية تندوف منطقة عبادلة وبني عباس وتيميمون منطقة السورة ولاية بشار تصل مناطق وسط الصحراء وشمال الصحراء والواحات لتصل إلى المناطق الشمالية منها الغربية الوسطى وأيضا الشرقية سرعة الرياح قد تتجاوز تقريبا الستين إلى الخمسة وستين كيلومتر في الساعة وهذا خلال الفترة الليلية إذا تحية طيبة للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته